السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو بتاع النهاردة جايبين الأسئلة اللي هي اتضافت حديثا في مديول الإكسل الخاص بآي سي دي تيتشر لعام 2020. ما تنساش تنورنا في القناة وتعمل اشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ الأسئلة على بركة الله. أول سؤال اتضاف معانا في أسئلة الإكسل، السؤال بيقول قم بحذف الصف الثالث والخامس والسابع، او يقول لك قم بحذف العمود A و D و G. طيب لو طلب مني حذف 3 اعمدة او اكتر او 3 صفوف او اكتر، طبعا اول حاجة انا بعملها ان انا بستخدم المفتاح بتاع كنترول وانا بحدد الصفوف. يعني هو هنا بيقول لي قم بحذف الصف الثالث والخامس والسابع، فانا باجي على الصف الثالث زي ما انتوا شايفين وبدوس على كنترول، وباجي على الصف الخامس وبعلم كليك شمال، وباجي على الصف السابع وبدوس كليك شمال. يبقى كده انا عملت تحديد للصفوف بتاعتي، عملت تحديد للصف الثالث والصف الخامس والسابع من خلال الضغط على مفتاح كنترول وبعلم بكليك شمال على كل صف هو طلبه مني. بعد كده بروح على حذف من شريط الريبون وبقول له حذف صفوف الورقة، هدوس على كلمة حذف، هلاقي فعلا ان تم حذف الصفوف اللي انا كنت محددها. يبقى احنا عرفنا امتى بنعمل عملية حذف للصفوف، لما بيكون في اكتر من صف، او بعمل حذف للأعمدة لما بيكون في اكتر من عمود. هدوس على كنترول وزد علشان ارجع الحذف مرة تانية. ده بالنسبة للسؤال الأول، عرفت إمتى بعمل حذف للصفوف. هاجي للسؤال الثاني، بيقول لي قم بحذف المحتويات بتاعة الخلية وقم باسترجاعها. طب يعني إيه محتويات الخلية؟ محتويات الخلية يا جماعة يقصد بيها الكلام اللي مكتوب داخل الخلية. يعني مثلا أنا هعمل تحديد على جميع المحتويات الموجودة في الجدول اللي قدامي، هدوس على الاسم من خلال كليك شمال، وبعد كده هعمل عملية تحديد زي ما انتوا شايفين لمحتويات الخلايا. طيب ازاي ان انا بعمل حذف المحتويات الخلايا؟ كل اللي انا بعمله بدوس على كليك يمين وباجي على حاجة اسمها مسح المحتويات. انا لو دوست على مسح المحتويات هلاقي الجدول بتاعي زي ما هو، لكن اللي اتحذف هو الكلام اللي داخل الجدول، فبدوس على مسح المحتويات هلاقي فعلا ان الجدول بتاعي زي ما هو. هكمل السؤال، بيقول لي وقم باسترجاعها. علشان اعمل استرجاع للمحتويات مرة اخرى بدوس على كنترول وزد، كده انا رجعت المحتوى تاني كما كان. ده بالنسبة للسؤال التاني. السؤال التالت بيقول لي قم بتغيير اتجاه النص الخاص بالخلية اللي اسمها هند الى درجة 40. هروح اول حاجة على الخلية وبعمل عليها تحديد، بعد كده عاوز اوصل لتغيير اتجاه النص. الحاجة الوحيدة في شريط الريبون اللي بيتحكم في تغيير النص هي التبويبة بتاعة حرف الـ A والـ B اللي انتوا شايفينها دي، اللي عليها السهم اللي طالع لفوق، دي الوحيدة اللي بتقدر تتحكم في تغيير اتجاه النص. فانا بدوس على السهم الصغير وبعد كده بقول له تنسيق محاذاة الخلية، هيظهر معايا جدول زي ما انتوا شايفين. هو بيقول لي في السؤال الى درجة 40، فباجي هنا عند الصفر وبخليها 40، وبعد كده بدوس على موافق. لو بصيت على اسم هند هلاقي الاسم حصل له تغيير في اتجاه النص الى درجة 40 زي ما هو طالب. ده بالنسبة للسؤال الثالث. في السؤال الرابع بيقول لي استخدم أداة مناسبة لعمل تدقيق الأخطاء والمعادلات والصيغ في ورقة العمل. طالما قال لي تدقيق الأخطاء في المعادلات والصيغ، يبقى هروح على طول وأنا مغمض على حاجة اسمها الصيغ اللي موجودة في شريط الريبون، وبعد كده باجي على تدقيق الصيغ اللي هي موجودة قدامي وبختار منها تدقيق الأخطاء، بدوس عليها مرة واحدة، هيقول لي تم استكمال التحقق من الأخطاء للورقة، بعد كده بدوس على موافق. السؤال الخامس بيقول لي قم بتغيير صيغة التاريخ ليصبح بالصيغة اللي قدامي اللي هي 30 نوفمبر 2019.
يعني عاوز يغير صيغة التاريخ اللي انتوا شايفينها اللي هو 11/6/2018 ليصبح بالطريقة اللي انتوا شايفينها بالانجليزي. اول حاجة بعملها بحدد التاريخ بتاعي وبروح على الصفحة الرئيسية، تمام، وبعد كده بدخل على السهم الصغير اللي انتوا شايفينه وبدور على الصيغة اللي هو عاوزها. افرض انا دلوقتي ما لقيتش الصيغة اللي هو طالبها مني، ما ينفعش طبعا ان انا اختار له اي صيغة وبقول له موافق واسلم الاجابة، هتتحسب غلط 100%. لكن انا علشان اوصل لنفس الصيغة هاجي هنا في الاعدادات المحلية، تمام، وبدوس على السهم اللي انتوا شايفينه، بحول الاعدادات من العربية الى الانجليزية اللي هي المملكة المتحدة. بعد ما بحول الاعدادات الخاصة بالتاريخ، لو بصيت بقى في النوع بتاع التاريخ هلاقي ان في انواع جديدة ظهرت عندي. انا هدور على التاريخ اللي هو طالبه هنا، التاريخ اللي هو بيتكون من اسم الشهر وبعد كده السنة وبعد كده رقم الشهر، هلاقيه موجود قدامي فعلا زي ما انتوا شايفين اللي هو 14 مارس 2001، هو نفس الصيغة اللي موجودة تحت، لكن مش هيطلع لك بنفس التاريخ اللي هو طالبه، هو عاوز فقط الصيغة بتاعت التاريخ تكون عاملة ازاي. بعد ما بختار صيغة التاريخ زي ما انتوا شايفين بقول له موافق، هلاقي فعلا ان صيغة التاريخ اتحولت بقت نفس الصيغة اللي هي موجودة. ده بالنسبة للسؤال بتاع التاريخ. السؤال السادس والأخير بيقول لي قم بتغيير طريقة عرض الصفحة إلى معاينة فواصل الصفحات. طيب إزاي أوصل لمعاينة فواصل الصفحات؟ هروح على عرض، ومن عرض بختار حاجة اسمها معاينة فواصل الصفحات، هدوس عليها مرة وهتظهر معايا معاينة فواصل الصفحات زي ما انتوا شايفين. ده بالنسبة للأسئلة اللي اتضافت حديثا في مديول الإكسل الخاصة بـ ICDL Teacher لعام 2020. وبكده نكون خلصنا الأسئلة اللي هي اتضافت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتنورنا، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.